السلام عليكم. في إطار النشاطات تاع والي ولاية الجزائر العاصمة في هذا الأسبوع، تم زيارة إلى مشروع إعادة تهيئة الحديقة نتاع الحيوانات ببن عكنون، واللي تعتبر حديقة كبيرة وضخمة جدا، فيها أبعاد كثيرة وتضاريس كثيرة، فيها سد صغير أو حاجز مائي، وفيها كذلك يعني مسار للقطارات وعدة ملحقات، فيه يعني تفكير جديد في مسألة التهيئة، إعادة التهيئة لهذه الحديقة اللي راهي سايرة، وكذلك فيه زوج فنادق، فندق مونكادا وكذلك فندق آخر نسيت الاسم نتاعو، هذا في زوج فنادق كذلك راهي تابع القطاع العام الدولة، راهي قيد التهيئة وإعادة الترميم والتهيئة. إذا نترككم تتابعون هذا الفيديو، والسلام عليكم.